أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس بالمغرب في نشرة إنذارية. ابتداء من يوم غد والأيام القادمة سوف نقدم لكم آخر التفاصيل وآخر التحديثات التي صدرت قبل قليل إن شاء الله. فقبل البدء إخواني مشاهدينا الكرام، أدعوكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل كي يصلكم جديد الفيديوهات والنشرات إن شاء الله، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك وشكرا لكم جزيل الشكر. بالنسبة ليوم غد إن شاء الله فيتوقع رياح قوية على الجنوب الشرقي للمملكة مع اضطرابات جوية غزيرة واستمرار الأمطار الخير. مع تقدم أمطار غزيرة خلال الأيام القادمة فسوف نقدم لكم بالتفصيل في المرجو مشاهدة الفيديو الأخير لكي تعرفوا المناطق المعنية خلال الأيام القادمة. أمطار قوية على وجدة وبركان الناظور الدريوش وتاوريت وجرادة وقرسيف وتازة وأكنول وصكة والدريوش وكذلك شفشاون بإذن الله وتطوان ووزان. أمطار حاضرة بقوة على إفران وكذلك جونفيت وإملشيل بإذن الله تساقطات مطرية. يوم غد إن شاء الله تساقطات قوية بفترة بعد الزوال إن شاء الله. فترة العصر أمطار عاصفية رعدية قوية على سبت الفنيدق المضيق طنجة أصيلة تطوال قنيطر العرائش للا ميمونة شفشاون الحسيمة إساق تاونات قرية أبو محمد تلال تازي سليمان وبسليمان القرب رشيد الرماني الرباط قطاصيح حتى الدار البيضاء والماس خنيفرة إفران مكناس وفاس كور مداز خنيفرة وكذلك جونفيت وإملشيل وكذلك أزيلال وتبينج أكادير بوشيبة أوكيمدن من تانوت وجا الشرقية بإذن الله على وجدة وبركان والسعيدية والناظور والحسيمة. يوم السبت اضطرابات ضعيفة محتملة إن شاء الله على وجه متوسطية بإذن الله وأمطار رعدية محليا قوية. خلال كذلك يوم الأحد اضطرابات جوية قوية محليا على المملكة ومع تقدم منخفض جوي أطلسي قوي عملاق تؤدي اضطرابات جوية قوية وأمطار حاضرة سكور متاز وإفران وكذلك أمطار حاضرة الخنيفرة الزوج الشيخ وبني ملال وملشيل أزلال أكادير وشيبة وكيمدن وكذلك الجنوب الشرقي وبعرفة وبعنان وعينشير مع تقدم منخفض جوي أطلسي. يوم الاثنين اضطرابات جوية رعدية حاضرة على الجهة الشرقية ومرتفعات الأطلس الواجهة المتوسطية فاس مكناس وجدة وتوريرت مع تقدم منخفض قوي جدا خلال الأيام القادمة إن شاء الله سيؤدي لاضطرابات عاصفية. فهذه التوقعات إخوة الأعزاء قد تعرفوا بعض التغييرات وقد هذا المنخفض يعرف أمطارا غزيرة وعاصفية لعدة أيام على المملكة. سوف تعرفوا التازة وكذلك ببرد والعرائش تطوان طنجة ببرد الرباط والدربدة أسطات خريبقة وخريبقة وبيد أمطار عاصفية وقوية.